شفنا الحرية، حريتنا بوجودهم وعزتنا بوجودهم ورفع رؤوسنا بوجود المقاومة. لولا المقاومة ما في أسير روح. وإحنا طالعين وبن يعني بيعملوا في الإجراءات. إجا علي الكابتن دياب اللي مسمي حاله فاشل، هو الفاشل، وحكيت له اليوم، حكيت له أنت سجنتني ظلم، بس لما بدنا نعلم عليك عاصم علم عليك، قال لي ممنوع استقبالك، قلت له أنا مش بإيد الاستقبال، الشعب الفلسطيني كله رح يستقبلني، الشعب الفلسطيني كله في ثورة، بيهددني إنه رح يرجع يعتقلني، ومع ذلك ما بيقطع هالراس إلا اللي ركبه.